السلام عليكم جميعا، كيف الحال؟ السلام عليكم، مسموع الصوت؟ مسموع الصوت شباب؟ صباح الخير دكتور. مسموع. صباح الخير. طيب، صاروا الحضور 9 10. طيب، بدنا نبلش اليوم نكمل في البريليمينري تريتمنت اللي اخذناه في المحاضره الماضيه. هو اخذنا عن الفلو ميجرمنت باستخدام البارشل فلومز، واخذنا عن الليفت ستيشنز، هم مش وحدات تريتمنت، وحدات مساعده. الليفت ستيشن هدفها نرفع المي من مكان منخفض لمكان مرتفع عشان نحافظ على إشي بنسميه الهيدروليك بروفايل جوا المحطات، والبارشل فلومز عشان قياس التدفق. الأول وحدة بتكون في المحطة بالعادة هي سكرينز. طبعا عشان نحكي بالنسبة للترتيب، غالبا دائما وأبدا إنه سكرينز هي بتسبق كل الوحدات الثانية، إلا في ظروف خاصة جدا ممكن يكون أول وحدة هي الليفت ستيشن إذا كان الاوتفول للسيور باي كان بمكان منخفض وتعذر انشاء البار راك تحت الارض، فممكن نحط الليفت ستيشن بالاول، لكن بالعاده بنحط البار راكس والسكرينز. وهذه الوحدات دائما عليها حمايه. المقصود كلمه انه عليها حمايه انه اذا كانت المحطه بعيده عن المنازل، فبالحاله هذه بنحط عليها زي غرفه او تكون هي تحت الارض عشان نمنع الروائح، لان هي اكثر وحده اسملي في المحطه كلياتها. طبعا الهدف منها انه نشيل اللارج اوبجكتس زي البيبر والبلاستكس والميتلز، اي شيء بيجي مع المي، اغصان الشجر، ورق شجر، اكياس بلاستيك، كل هاي الشغلات، لان هذا راح تخرب كل الوحدات الثانيه المختلفه. فبتكون اول وحده عندنا هي البار راك، او ممكن نسميه سكرينز. البار راك طبعا هو نوع من انواع السكرين، عشان نحكي هو اللي مسميه او مسميه الكورس سكرين، بار راك او كورس سكرين. هي اول وحده زي ما حكينا. الان هذه وحده مبدا عملها بسيط جدا، بس بتحطها كروس ذا فلو وبتبلش تشل المواد من المي، فبالتالي بدها تنظيف بين فتره والتانية. فالتنظيف ممكن يكون مانيولي او ممكن يكون اوتوماتيكلي. هاي شكل عندنا بار راك او كورس سكرين، زي ما شايفين انتم قضبان من الحديد، في بينهم مسافة، ويكونوا محطوطين على القناة مجرى المي مدخل المحطة. هذا اللي احنا شايفينه هنا اللي هو مانيولي كلين، يتم تنظيفه يدويا. بديكم بس تنتبهوا شوي على الصورة، لاحظوا انه قضيب الحديد الواحد جاي العرض تبعه، لو اخذنا مقطع فيه العرض تبعه هو across the flow، فالداخل اللي هو parallel مع الفلو بيجي أعرض من اللي بيجي across the flow، طبعا عشان يتحمل الضربات إذا جاي إشي كبير مع المي. طبعا ولا مرة بيكون في عنا كورس سكرين أو بار سكرين لوحده، لازم يكون في عندي على الأقل 2، واحد شغال وواحد ستاند باي، لكن القوانين الجديدة برضو لازم يكونوا 3 على الأقل، زي ما شايفين عنا هون في 3 قبال الفلو. هذا عندنا هنا بار سكرين زي ما شايفين عليه متعبي بالاوساخ في الشمي، فهو طالع عشان التنظيف. فالصوره ماخوذه انه يفرجينا كيف بجمع الاوساخ حواليه. الان الكورس سكرين زي ما بيكون بالعاده لما بيكون في عندنا كل حاويات نفايات برا عشان نجمع فيها النفايات اللي طالعه من الكورس سكرين، ونقلها لمكب النفايات. هاي هون عندنا بنسميه الشوت،
وين بنتقل عندي الاوساخ هذه. طبعا هذول الصورتين لما يكون بهذا الشكل معناته هذا اوتوماتيكلي كلين. هاي عندنا برضو ون سكرين اوتوماتيكلي كلين، صوره من فوق بنشوف كيف هو عباره عن هيكل ضخم مش بسيط لما يكون محطات كبيره. هاي هون بنشوف المخرج الشوت اللي هو لما بلش ينظف عندي بالسكرين بيطلع لي هاي الاوساخ بجمعها بهذه الحاويه الصغيره ومنها بنقلها. طيب سكرينز لها انواع، كل نوع من طبعا الشيء بنميز الانواع السكرينز حسب الفتحات اللي موجوده اللي بتسمح للمي انها تمرق منها. في عندنا التراش راك اللي هو من 40 ل 150 ملم، هذا طبعا بالعاده الفتحات كبيره كثير، هذه بنحطه فقط اذا كانت المي عندي وسخه كثير. وممكن تيجي على سبيل المثال في الاوبن سيورز، كلمه الاوبن سيورز لما يكون في عندي تنظيف لبعض الاحياء بقنوات مفتوحه، وهذا الحكي بلش يختفي من اغلب العالم لكن موجود في بعض مناطق قليله جدا في العالم، دول بعض المناطق الفقيره في العالم. فبنحط 40 ل 150 ملم. اشهر شيء اللي عندنا البار راك والكورس سكرين 6 ل 75 ملم، وبالعاده هذا يستخدم في جميع المحطات. وغالبا اذا كان انه بدنا نحمل محطات بزياده الوحدات بنحط كمان فاين سكرين بعد البار سكرين 1.5 ل 6 ملم. في نوعين اللي هن فيري فاين سكرين والمايكرو سكرين. هلا هذول جداد ممكن استخدامهم لحمايه بعض الوحدات بحد ذاتها، والمايكرو سكرين ممكن تشتغل كمان كبديل عن البرايمر سيدمنتيشن تانك، لكن لحد الان في العالم مش موجود للحكي. هاي عندنا هون صوره تفصيليه لانواع مختلفه من الميكانيكال كلين كورس سكرينز. في عيش مسميه فرونت كلين فرونت ريتين تشين دريفن، زي ما انتم شايفين اللي هي الصوره رقم A اعلى الصفحه على اليسار بيكون الفلو جاي عندي، انا بعترض الفلو بهذا السكرين، في عندي بكرات درايف، فالجزء اللي هو السكرين نفسه بتحرك عشان للتنظيف. ريسبروكيتنج راك انه الراكس هذول بتحركوا لفوق ولتحت، لما بتوسخ واحد بيطلع لفوق بنزل محله واحد نظيف. في عندنا كاربنتري كاتينري راك كاتينري بيلت، هو بيكون كشاط كاتينري بيلت كشاط مفرز بيعترض الفلو وزي ما شفتوا بيتحرك هيك بشيل الاوساخ لبرا. وفي بسميه الكونتينيوس بيلت برضه نفس الشيء، هو كشاط لكن بيكون معدني وبضل يتحرك تقريبا حركه بطيئه بس باستمرار وبشيل الاوساخ معه. الان في عندنا تيبل 13 14، في عندنا ادفانتج وديس ادفانتج لكل نوع من هاي الانواع. هاي فقط للمعرفه لما بتتخرجوا بتصيروا تشتغلوا في هذا المجال، اذا اشتغلتوا فيه بتكون جزء تكنولوجيا جديده طالعه عن هذا الشيء الموجود، فالواحد دائما يقارن بين انواع الموجوده، ودائما الكوست بيكون عامل مهم في اختيار انو نوع اختاره من هذه الراكس. نيجي الان على البار راك ديزاين براكتس. طبعا المساق زي ما حكينا احنا من محاضرتين ثلاثه هلا كله عندنا ديزاين لاخر المساق، فدائما نتعلم على شغلات كيف احنا بدنا نحاول نعمل سايزنج مظبوط او اختيار مظبوط لهي الوحدات. على الاقل بده يكون في عندي شيء بنسميه ريدندنسي، بمعنى اخر انه تو اور مور ميكانيكال كلين سكرينز ار بروفايدد، على الاقل عندي اثنين، واحد شغال واحد ستاند باي، ممكن نحط طبعا اكثر. كمان اذا اخترنا اثنين كل واحد فيهم لازم يتصمم عشان ياخذ الهيدروليك بيك فلو، البيك هيدروليك فلو ريت بده يستحمله يمرروا هذا السكرين. فالتصميم سكرينز على البيك هيدروليك فلو ريت لانه الزمن اللي بقعد فيه المي فاي الوحده قليل جدا. طبعا ده لازم نصمم بحيث انه كل وحده ممكن نفصلها عن الثانيه عشان نطلع واحد من السكرينز للصيانه. في بعض طبعا فقط في المحطات الصغيره جدا جدا ممكن بس نحط سكرين واحد مش اثنين، يعني لما يكون عندي بلد صغيره وما في ميزانيه ضخمه فممكن نحط سكرين واحد مع توفير اليه نعمل باي باس، انه اذا توسخ نخلي الفلو ماشي. طبعا لما تكون بلد صغيره ما بيكون هالفلو الكثير اللي جاي عندي، فبالتالي
لو طلعته انا شوي صغير على اساس يعني حولت الفلو على اساس ينظف السكرين ما باثر كثير ليتر. طبعا اللوكيشن هو دائما قبل الجريد تشامبر وغالبا هو بدايه المحطه. هلا نيجي على الديزاين كونسترينتس للسرعه. السرعه اللي جاي عندي مسميها الابروتش فيلوسيتي، مش لازم تقل عن 0.4 متر بير سكند ماشي على الافرج فلوريت، وما تزيد عن 0.9 متر بير سكند على البيك فلو. هلا لما نصير نقرا الديزاين ستاندرد او الديزاين كونسترينتس بدنا نراعي اهميه مش بس للارقام اللي معلمه عندي بالاحمر هون، بدنا نراعي اهميه كمان للي مكتوب سبيسيفيكلي في الستيتمنت. مكتوب عندي الابروتش should be at least. لما نقول should يعني هو مش اجباري مش must، هذه should. وكمان على البيك فلو ريت should be less than 0.9 برضو انها تقل عن 0.9، يعني بمعنى اذا صارت 0.35 مش مشكله كبيره، واذا زادت السرعه عن 0.9 ل 1.1 مش مشكله كبيره، بس يفضل انه لا نقل عن هذا الرقم كثير ولا نزيد عن الرقم الثاني اللي هو 0.9 كثير. تمام. طبعا هنا في عندي اسباب ليش ما يقلش عن 0.4، لاني انا السرعه هنا ما السرعه مش عامل اساسي في حدوث التريتمنت، لكنها اذا قلت كثير تعمل ترسيب عندي في قناه السكرين. زي ما اتفقنا انه اقل سرعه جاي عندي فيها المي المفروض في السيور 0.6 متر بير سكند، هاي سيلف كلينزينج فيلوسيتي. فلما بتطلع عندي البايب بتوسع شوي عشان في عندي قناه بتقل السرعه شوي، بس ما بدها تقل كثير لانه اذا قلت السرعه كثير راح تترسب المي في قناه السكرين. وطبعا ما تزيد عن 0.9 عشان موضوع نسميه الامباكت، ما يصير في عندي امبلس حاصل عن السرعه العاليه وبالتالي تخرب لي السكرين. هلا في عندنا هنا على التشانلز، بس خلينا نروح على الصوره اللي بعديها عشان نشرح عنها. الفلو جاي عندي بهذا الشكل، بيكون طالع عندي جاي جايفين بالصوره فيجر 13.6 مخرج من البايب، تطلع عند البايب مباشره بتحول لقناه. اذا كان عندي بس اثنين، واحد شغال وواحد ستاند باي، بتمر المي من المكان اللي مفتوح زي ما شايفين هم بالحاله هاي من تحت وبتستمر. لما بدي انظفه في اسمه ستوب بليت او سلايد جيت، بنزلوا بسكروا لي القناه. طبعا بهذا الوقت بكون فاتح القناه الثانيه انا عبين ما انظف السكرين الاول. طبعا هذا الحكي في الـ في السمبل بلانت، لكن اذا كان في عندي ميكانيكالي كلين ما بضطر اعمل العمليه هاي باستمرار، لانه الميكانيكالي كلين باستمرار زي هدول الكاتينري بيلت والمر علينا قبل شوي والكونتينوس بيلت، هم لوحدهم بتحركوا باستمرار فبنظفوا المي. طبعا في عندنا بالصور تحت البي والسي والدي، في عندنا في البي اللي هو شكل السلايد جيت او ستوب بليتس ممكن استخدمهم. بالشكل دي مقطع في القناه، دائما في محطات التنقية ما في شيء اسمه زاوية قائمة، عند التقاء الجدران مع بعض أو مع الأرضية لازم يكون في عندي كسحات بعملها ممكن نسميها فيلي، هذه على أساس أنه ما تخلي عندي زوايا قائمة، فبالتالي ما بيكون مكان عندي لترسب الأوساخ هناك وتتحلل فليش تعطيني روائح سيئة. هلا الشانل انفرت، القناة تبعت السكرين تنقص مستواها عن مستوى البايب اللي هو سميه الاوت فول من 75 ل 150 مليمتر. طبعا نحن بنختار الدايمنشنز للقناه بحيث انه احنا نحافظ على الفيلوسيتي كونسترينز اللي مروا علينا قبل شوي، 0.4 المينيمم على الافرج وال 0.9 ماكسيمم على البيك. بيكون معمول عندي ليفل لارضيه القناه بحيث انها تسمح بمرور الماء. طبعا الليفل هون هي من اما مستوي الا انه ما يلي بسلوب قليل جدا. طبعا زي ما انتم تعلمتوا في الهيدروليكس احنا بنستخدم معادلات مانينج بالعاده في هذا في الاوبن شانل فلو اللي هي السرعه 1 على ان ار قوه 2 في اس كوب ونص. طبعا تعرفوا ده كل المصطلحات، الان اللي هو المانينج كوفيشنت ديمنشنلس ملوش وحدات، الار هو الهيدروليك راديوس، والاس اللي هو السلوب. طبعا ان ضربناها بالمقطع مساحه المقطع للقناه بصير عندي الفلو. تمام. هلا
التيبيكال فاليو للان 0.012، متذكرين احنا ناقشناها في المحاضرات هاي ما بين 0.012 ل 0.025 احيانا 0.013، هن مع الوقت بتصير هاي القيمه مش للباطون او كذا، بتصير للسلايم لاير اللي بتغلف القناه. هلا انه لانه سلوب از هوريزونتال اور نيرلي سو، بنستخدم في الحسابات فيري سمول سلوب في الكالكوليشن. هلا بنشوف بالسؤال قديش القيمه اللي ممكن احنا ناخذها للحسابات. طبعا في بدايه الحسابات وراح نشوف بالسؤال انه انا مفكرين انه عندنا كل الدايمنشنز، لكن احنا عندنا ما عندناش صحيح حقيقه. فاحنا ممكن نبلش في لما نبلش نحسب بعرض القناه، لانه الديزاين انا شو بدي في الحاله هاي، بدي بس اعرف عرض القناه وارتفاعها، وبناء عليه انا بختار سكرين مناسب اركبه في هذه القناه. اغلب السكرينز ممكن تكون انا بدي اشتريها مشترى من عن طريق الكتالوجز الموردين، او اني بدي اصنعها عند حداد اذا كانت فيري سمبل مانيوال كلين سكرين. فانا اذا عرفت قديش عرض القناه وارتفاعها بقدر اعمل انا حساباتي على نوع السكرين اللي بدي اياها. فاحنا ممكن نبلش كالتالي، اذا انا اوريدي صممت البارشل فلوم صح، انا بعدين مش مركبه بيكون في المحطه، بس اخترت له الوث تبعه اللي هو المدخل تبعه للبارشل فلوم، ممكن استخدمه نفسه العرض للقناه تبعت السكرين. في عندنا هون سؤال ببين انه غير سمبل لكن بده شويه شغل. بكل ديزاين بدنا نعمل ديزاين للشانل تبعت السكرين لمدينه ووترلو. هلا المفروض انه ما يعطينا اي معلومات زياده، المفروض في العالم الحقيقي انه انا خلاص انا عندي الفلو المينيمم والماكسيمم والافرج اللي حسبناهم بالمحاضره الماضيه، لكن هم معطيني الديزاين كونسترينت اللي هي بالضروره صارت معروفه لنا، انه الافرج فيلوسيتي ات بيك اكبر او تساوي 0.4، والابروتش فيلوسيتي at peak our flow rate لازم تكون اقل او تساوي 0.9. طبعا حكينا شد في الحالتين. نختار سلوب رقم صغير 1 في 10,000 متر لكل متر. الوث في العادي لانه احنا عملنا تصميم البارشل فلوم سابقا، نختار الوث للبارشل فلوم مساوي الوث للشانل تبعت السكرين زي الوث للبارشل فلوم. في عندنا 2 channels will be provided for redundancy على الأقل تنتين، يعني صممنا واحدة الثانية زيها مباشرة freeboard 0.6 متر. قبل ما أبلش بالسؤال خليني أرجع لورا شوية نتذكر القيم اللي إحنا استخدمناها هن بالديزاين. تتذكروا أنتوا بجامبل 20-1 كان معطي الفلو عندي 37,000 متر مكعب بيردي، حولناهم هون لمينيمم وماكسيمم 433 متر مكعب بير أور، أو 4,230 متر مكعب بير أور البيك، والأفرج 1,540. كمان لما صممنا البارشل فلوم اخترنا البارشل فلوم اللي هو فيه الدبث 0.91، هذول المحاضرة الماضية عملناهم. فبالتالي عندي هون الـ 0.91، بدي أرجع هون قبلها على الرسمة أشوف أنه لما تكون عندي مركبين البارشل فلوم بهذا الشكل، المدخل القناة العرض تبعها دي، شايفينه دي. فبالتالي أنا ممكن أختار عرض تجريبي لقناة السكرين بقيمة 1.57 متر أو 1.6 تقريبا، يعني 1.6. فهي الأرقام اللي أنا بدي أستخدمها بالتصميم. نرجع للسؤال. طبعا هنا هو مستخدم برنامج السولفر على الاكسل عشان نحل السؤال، لكن احنا نقدر نحله بدون ما نستخدم السولفر. بدها شويه يعني ترايل اند ايرور لحد ما تضبط معنا الارقام. الان الفلسفه اللي عندنا، بدنا نصمم السكرين على المينيمم فلو ولا على الافرج فلو ولا على الماكسيمم فلو؟ الاشي المنطقي اللي بيظهر عندي مباشرة اني انا اصممه على الماكسيمم فلو. طبعا السبب انه انا بده يتحمل البيك،
تحمل البيك هذا السكرين. فبالتالي بالحالة هذه بدنا نصممه على البيك فلوريت، لكن برضو بدنا نشيك على السرعة بالأبرج فلوريت، وما بدنا على المينيمم فلوريت يكون المي شبه واقفة. فإحنا بنعمل بنشيك على كل الثلاث أرقام. فبالحالة هذه بنحول الفلو أول شيء عند المتر مكعب بير سكند عشان تقدر تتعامل مع السرعة اللي هي متر بير سكند. فكان عندي 37,000 متر مكعب بير ديم، هلا قبل شوي فرجتكم الرقم، نقسم على 86,400 بتحول عندي ل 0.42 متر مكعب بير سكند. عندي سلوب والويث 1.6 متر، سمبلي الاريا الكروس سكشن اللي هو الكيو على في، وانا بستخدم اول سرعه عندي اول تريال بعتبر انه الفي 0.4 اللي هي المينيمم. طلعت الاريا 1.07 سكوير متر. بطلع هلا الدبث لانه الوث اخترته كان 1.57 او قربناه ل 1.6، طلع عندي 0.67 متر. هلا هذا الحكي لا يعني ان انا اخترت السرعه 0.4 على المقطع انها السرعه 0.4، لانه نعرف ان الطريقه هاي حساب الفيلوسيتي من كيو على اريا هي طريقه تقريبيه ماشي محكوم الى نوع الفلو. فبالتالي هلا برجع بشيك من قانون مانينج على السرعه اللي هي موجوده عندي اللي هي 1 على ان ار قوه 2 اس قوه ونص، بحسب الار اللي هي دبليو في دي على دبليو زائد 2 دي تمام، وبحسب عندي الاس معطيه عندي، وبحسب السرعه اللي بتطلع عندي. هلا السرعه هذه اذا كانت اقل من البوينت 4 بالدرجة اغير في الابعاد اللي عندي. انا اخترت الدبث فاخترت الويث سوري اللي هي 1.6، بغير بقيمه الدبث لحد ما تطلع السرعه عندي عن قانون مانينج 0.4. بعيد الموضوع هذا كلياته على البيك فلو، هو كاتب هون بكتاب نقدر نعيده كمان على المينيمم فلو، لكن فيش حاجه بنعيده كمان على البيك فلو، بس نستخدم البوينت 9 في الحسابات وبنختار اعلى دبث بيطلع عندي. طبعا الترايل اند ايرور انه انا اختار اعلى دبث يطلع عندي، بضلني اغير بحيث انه على الافرج فلوريت السرعه ما تقل عن 0.4 وعن البيك فلوريت السرعه ما تزيد عن 0.9. طبعا بتستخدم السولفر للسرعه في الحل، لكن احنا سابقا حليناه يدوي محاولة أو تنتين الجواب بيطلع بسرعة، بالذات إنه إحنا بلشنا من العرض اللي هو صدع البارشل فلوم، فبالتالي تغيير بس قيمة واحدة اللي هو الدبث. بلزم منكم تمشوا بالدار على السؤال خطوة خطوة، ممكن تعملوه على السولفر وممكن تعملوه يدوي، فهو ماشي بالخطوات هون كله مرقمها أول للأخير لحد ما يصل الجواب. هلأ اللي معنا هون احنا فقط صممنا التشانل، صممنا التشانل. خليني بس احاول افهمكم اياها بالضبط. هلا انا برسم هون باستخدام الماوس، فالرسم مش راح يكون very fortunate. هذا عندي هون الاوتفول، هذا الاوتفول زي ما حكينا قناة السكرين بتبلش نعمل انفرت شوي صغيرة 75 ل150 مليمتر عن السيور وبتمشي بقناة بهذا الشكل. هلأ احنا اللي صممنا لو بدي اعمل هون مقطع، انا قاعد بطلع من هون بعمل مقطع اللي صممناه حاليا هيك الويت والدبث. طبعا الدبث بعد ما نختاره منضيف فري بورد بحيث انه ارتفاع المية عندي بالقناة بهذا الشكل تمام. هلأ لما بكمل السكرين بس صممنا احنا القناة بحيث انه الفي على الافرج اقل اكبر او تساوي 0.4، وعلى البيك اور على الماكسيموم اقل او تساوي 0.9. هلأ في مرحلة معينة بدنا نحط السكرين في القناة. هلأ طبعا لما تكون جاي المية عندي هون، فلنفرض انه بسرعة معينة بدي اختارها في مرحلة معينة 0.7 متر بير سكند السرعة، بدي اسأل سؤال بديكم تجاوبوني. لما بمر الفلو من خلال السكرين شو بصير في السرعة؟ هاي بدي اعمل انا ميوت اول.
مين حكى؟ سامح سامح، شو بصير بالسرعه؟ اتقل. ليش تتكل سامح؟ لانه العائق الموجود اللي هنا السكرين راح تخفى او تخمد الفلون. بتزيد دكتور، بتزيد السرعه، بتزيد. هلا بدي اعطيكم هذا رسمنا لانه المساحه قلت. اكزاكتلي بالضبط. هلا بدي اعطيكم هنا هاي المقطع عندي في القناه، صنعت المقطع في عند السكرين. السكرين ممكن يكون عندي هاي القناه. طبعا انا برسم تقريبا بستخدم الماوس في الرسم، لانه زي ما احنا شايفين في عندي هذول السكرينز، القضبان هذول اللي عندي بيحجزوا جزء من المساحه، ماشي؟ فبالحاله هاي قلت المساحه المعرضه للفلو، وعند الفلو ضل كيو ضل ثابته. لما كيو ضل ثابته والاريا قلت بتزيد السرعه، ماشي؟ فهي هذا الهدف تبعها. الان اللي حكاه سامح هو منطق مختلف. هلا لو كان ارتفاع المي عندي هون هيك، اللي احنا بنتوقعه عشان بصير في عندي اعاقه للفلو، بصير عندي شيء بنسميه هيد لوس. الهيد لوس بقلل لي مستوى المي، ماشي؟ فالفلو بزيد لهي الفلو، صار عندي هيد لوس. هذا الانخفاض من هون لهون هذا هو الهيد لوس، تمام؟ طبعا مع الهيد لوس وقلت وقلت الاريا، وكمان في الحاله هذه برضه قلت ارتفاع المي، فالسرعه بتزيد اكثر شوي. فعشان هيك احنا كنا نسميها هاي ابروتش فيلوسيتي. اطلعها هلا من هون لهون سميها ابروتش فيلوسيتي. الان من خلال السكرين بنسميها ثرو فيلوسيتي. ثرو هلا ثرو تي اتش ار او يو جي اتش ثرو فيلوسيتي لسرعه من خلال سكرين، لكن الكتاب بكتبها تي ار يو تي اتش ار يو مباشره بس عشان تقرا انها ثرو يعني، وهي يسمينها الابروتش فيلوسيتي. تمام، نرجع على الان سلايد. هلا تصميم البار نفسه. الان التيبكال ديزاين للبار راكس موجود في التيبل 13 50. فبالعاده في عندي فروقات بين المانيوال والكلين. اذا كان عندي المانيوال البار سايز الويت تبعه من 5 ل 15 ملم، نفسه زي الميكانيكال. الدبث 25 ل 40 ملم، نفسه بين المانيوال والميكانيكال. الان الويث المقصود الجزء اللي مقابل للفلو، الدبث هو الدبث اللي بالعمق لل مش الارتفاع. الارتفاع بحدده ارتفاع المي في القناة، الدبث مقصود المقطع اللي هو برلل مع الفلو. طبعا دائما هذا اعلى من الويث. الكلير سبيسنج بتوين بارز، وهو نضيف السكرين لو ما نحطه في المانيوال 25 ل 50 ملم، في الميكانيكال 6 ل 75 ملم. طبعا احنا ما بنقدرش نقل عن 25 ملم في المانيوال عشان نقدر ننظفه يدويا، لكن لما بيكون ميكانيكال حسب ما هو مصبب ممكن يكون الفتحات قليله الى فتحات اكبر كمان، لانه كله ميكانيكال للتنظيف. دائما مايل عن الارضيه عن الافق. المانيوال 30 ل 45 والميكانيكال تقريبا من 0 ل 30. ممكن نحطه عمودي بالكامل، ممكن مايله بشوي شوي صغير. طبعا الهيد لوس اللي كنت احكي عنه قبل شوي هو من قانون الهيد لوس اللي انتم كنتوا تاخذوه في الهيدروليكس، كي في سكوير على 2 جي. فانا عندي هنا الفي سرعتين، في واحده خلال السكرين وواحده اللي جاي على السكرين. فالهيد لوس هو الكي اللي هو بنسميه امبريكال ديسشارج كوفيشنت، في الفي ثرو السرعه خلال السكرين ناقص الفي ابروتش السرعه اللي احنا ممكن حسبناها على البيك مثلا الجاي عندي على السكرين تقسيم 2 جي. الان قيمه كي ديسشارج كوفيشنت بتوقع عندكم تجربه بالهيدروليكس عشان تحددوا قيمه الكي، بتاخذوها على ويرز لما تحطوا ويرز تعترض الفلو. اتوقع انه في تجربه بالهيدروليكس بتكونوا اخذتوها تحسبوا الديسشارج كوفيشنت. بالعادي للكلين سكرين ناخذ 1.67، وللبارشال كلوكد سكرين ناخذ 1.43 قيمه الكي. طبعا الا اذا
المانيوفاكتشرر والممرض للسكرين أعطانا قيم غير هدول القيم، يعني بيكونوا عاملين تجارب معطينا قيم للدشارج كوفيشان تختلف عن هاي القيم. بالعادي احنا بنعمل تشغيل لحد ما يصير الهيد لوس 150 ملم، يعني 15 سنتي، يعني يورا بالعين المجردة. طبعا هاي عندي مقطع في قناة السكرين، عند السكرين نفسهم اذا كانت شانل ويث، هذا اللي عندي دبليو سكرين عرض القناة كلياتها، وفي عندي كلير سبيسنج 25 ملم بين كل بار مع الثاني وبين البار مع القناة، وعرض القضيب الواحد للسكرين 10 ملم. فبالحالة هاي بامكاني احسب نمبر اوف بارز، طلع بالمنطق نمبر اوف بارز اللي هو الويث اوف شانل ناقص بار سبيسنج واحد اللي هو 25 ملم. البسط، طلع المعادلة تحت، البسط ماشي، ويدث اوف شانل ناقص بار سبيسنج واحد. هلا بتصفي عندي سبيس بار سبيس بار سبيس بار سبيس بار سبيس بار، بصفوا قد بعض، تقسيم بار ويدث زائد بار سبيس ماشي، هذا بيطلع عندي نمبر اوف بارز. طبعا نمبر اوف سبيسز اللي هم نمبر اوف بارز زائد واحد، طبعا السبب طلعوا عندي سوري هاي الجدران تعوت القناه، وفي عندي البارز، فعدد السبيسز بزيد عن عدد البار بواحد، فهي هيك بنطلع نمبر اوف بارز، نمبر اوف سبيسز اللي هو نمبر اوف بارز زائد واحد. الان اذا بدنا نكمل شغل تصميم، لا هلا صممنا القناه نفسها، نروح نصمم السكرين وبدنا نشوف الهيد لوس اللي ممكن ينتج عندي عن استخدام بار بالمواصفات التالية. بار سكرين إذا كان البار ويث 15 ملم وحطينا البار سبيسنج 20 ملم وميلنا 30 درجة، ملهاش علاقة بالحسابات. الآن بدنا نشغل السكرين على طريقتين، إما لحد ما يجيب لي 150 ملم هيد لوس، أو إنه يعمل بلوكينج إيريا 50%. طبعا في الحالة هاي بدنا نشوف نحسب عدد البارز اللي راح استخدمهم سبيسز، وبدي اشوف السرعه شو بتصير خلال سكرين واحسب منها الهيد لوس. ولما تكون 50% كلوكد، يعني الاريا بتقل 50%، برد اعيد الحسابات مره ثانيه. طبعا السؤال هو سهل، اذا ما نطلع النمبر اوف بارز اند اوبننجز او اللي هن سمين الكلير سبيس، عرض القناه كان 1.6 متر يعني 1600 ملم ناقص سبيس 1 20 ملم على سبيس زائد بار ويث 15 زائد 20 بيطلع عندي. من طبعا لازم نقربها لانه هذا عدد مزبوطش يكون في كسر، 45 بار. نمبر اوف سبيسز 46 بار. نحسب الاريا الان جديدة، عندي 46 سبيسز في عرض 20 مليمتر لكل واحدة فيهم ماشي، نحول تحويلات في ال 1.4 متر عرض كله بطلع عندي 1.9 متر مربع، هاي الاريا ماشي. الفيترو اللي هي السرعة الفلو على الاريا ماشي، مع التحويلات من سكند لدي بطلع عندي 0.9 3 متر بير سكند، هاي اعلى شوي من المسموح في 0.9 اللي احنا حكينا هذا شد. هلا نيجي نحسب الهيد لوس من العلاقه 1.67 في 0.93 ناقص 0.53. هلا ال 0.53 هجاها من السؤال السابق اللي هي بتكون السرعه اللي عندي على البيك تمام، فبنحسب الهيد لوس بيطلع عندي 50 ملم. اوكي إذا كان 50% كلوكد يعني سكر 50% نشوف الهيد لوس، هاي الاريا عندي 1.29 نصها بتكون سكرت، فبتطلع عندي فيلوسيتي جديدة بحسبها، بحسب الهيد لوس، طلع الهيد لوس لما يكون 230 ملم. المقصود فيها
انا مسموح انه انزل لحد 150 ملم هيد لوس، معناته انا مش لازم استنى تالي سكرين يسكر 50%. تمام. بدي احكي لكم في الحياه العمليه، اما بنحط جهاز التراسونيك بكسل الدبث، فانا بتحكم يعني انا بقدر اشوف الفرق بين المي قبل السكرين وبعد السكرين، فاذا نزلت على 150 ملم بشغل السايكل تبعت التنظيف او بعمل تنظيف يدوي. لكن من الخبره ومهندسين الالكتروميكانيك شو بيعملوا؟ لا بيعملوا لا هاي ولا هاي، من الخبره بيعملوا شو بسموه سينكرونايزنج، بصير مثلا يشتغل ساعتين او ثلاثه بعدين يطلع التنظيف بغض النظر عن الهيدلوس شو كان، بيشتغل ساعتين او ثلاثه بعدين بيطلع بيعمل دوره تنظيف. تمام. الا اذا استخدمنا انواع اللي هي كونتينوس كلين. شو يعني كونتينوس كلين؟ انه في عندي بلت سكرين هو عباره عن بلت جنازير او شيء زي هيك بضل يتحرك بشكل بطيء، فبالحاله هاي بضل التنظيف بشكل مستمر. هلا في عندنا الفاين سكرينز، بدي اعطي بريك 5 دقائق ونرجع ماشي. سامعيني نعطي بريك 5 دقائق ونرجع للفاين سكرينز. اللي عنده سؤال يكتب او يبعث لي اياه خلال الفترة هذه او بس نرجع. يعطيكم العافية. الان في عندنا الفاين سكرينز، هم عدة انواع. طبعا هلا بنشوف عليهم عدة صور. في عندنا شيء بنسميه الباند سنتر فيب او البار او الدرام او الستب. من اسمائهم احيانا ببينوا معنا. بلشنا من تحت. ستب يعني على شكل الدرج، اذا تعرفوا الدرج الكهربائي اللي بيكون موجود في المولات بيكون زيه شكل البار سكرين. الدرام بيكون على شكل برميل في جواته بالضبط زي السكرو بامب في الليفت ستيشن. البار بيشبه الفاين الكورس سكرين لكن اقل شوي. وفي عندنا الباند، هلا بنشوف شو اسمه الباند. هاي ستيب سكرين زي الدرج الكهربائي الموجود في المولات، بيكون فيه فتحات تمرق المي منه، الاوساخته بتضلها موجوده على السكرين، بتحرك السكرين عندي بشل جميع هذول بنسميه احنا سكرينينجز، الاوساخ الموجوده في المي هاي شكل مختلف. في عندنا درام سكرين، لما يكون في عندنا هذا مكتوب عليها ار، يعني ار يعني ريجسترد. هذه مثلا شركه بهذا صنع اللي بسموه روتومات بهذا الشكل، هذا هو برا برا القناه، لو نحطه بالقناه بيكون بهذا الشكل تماما. خلينا نشوف صوره اوضح كيف بده يشتغل بهذا الصوره، يعني بيكون جوا القناه. في عندنا الصوره اللي على الشمال عندي هون مشبك، فالمي بتفوت بتطلع من خلال الشبكة اللي هون، لكن الأوساخ بتعلق جوا، فهذا الجزء بدور، وهون هذا الجزء زي سكرو بامب اللي شفناه سابقا بيطلع لي سكرينينجز لبرا. الآن خلال هذا الوقت بتطلع لهون أي مي محمولة مع الأوساخ ترجع مرة ثانية على القناة. في عندنا الميكانيكال كلين البار فاين سكرينز زيهم زي بيشبهوا الكورس سكرين لكن عند الفتحات اصغر. هذا الباند سكرين اللي حكينا عنه قبل شوي زي ما انتم شايفين زي قطع من البلاستيك المقوى فيها فتحات ماشي وبتحرك. طبعا هذا بتنظف كيف هو قاعد محله. هاي بتكون على مستوى الفلو، هاي شكل الباند، هذا على مستوى الفلو. لما تتوسخ لحالها تطلع لفوق بتيجي واحدة من تحتيها من تحت محلها وبتنظف. هذا طلع هون عندنا براغم فبنحل عشان تنظف. من فوق عندنا هون في عندنا بعمل زي التراسونيك موفمنت، بتحرك شوي صغيره بكت الاوساخ في قناه خاصه بتطلع لي اياها لبرا. في عندنا ديفرنت كاركترستكس لكل واحد من الانواع زي التيبكال رينج للاوبننجز، الكابتشر افشنسي، الهيدروليك كاباسيتي، والديب تشانل سوتابيليتي. الفوك سوتابيليتي يعني مقصود فيها اذا كان عندي اللي هو الفات اويل اند جريز، هاي الفوك اللي هون مناسب ولا مش مناسب، والكومبايند سكرين سكرينينج اند واشينج اذا بكون في عند سكرينينج وتنظيف بنفس الوقت للسكرين ولا لا.
نوع واحد اللي هو الدرم، في عندنا كومباد سكرينينج اند واشينج، يعني بنظف الماي بكل الاوساخ من الماي وبتنظف هو نفسه. من هون احنا حسب ما انا بختار، حسب الحاجه اللي عندي بختار انو افضل نوع بدي اياه. هلا بنشوف، ما فيش سؤال هون لكن هلا، لكن في نفس الخصائص تقريبا. الديزاين براكتس بيشبه كتير زي ما حكينا الكورس سكرين، بيعطيني رينجز للفيلوسيتي اعلى شوي من الكورس سكرين. الافرج ابروتش فيلوسيتي بتكون بين 0.6 ل 1.2 متر بير سكند، ماشي الحال. وكمان less than 1.4 متر بير سكند at peak flow. طبعا لما بيكون في عند الفتحات اقل معناته معدل السرعه اعلى، فانا بسمح فيه بسرعه اعلى شوي. الان dimensions selected انه عشان نخلي ال v approach ماشي زي ما اللي عندي موجودة هون، القيم اللي هون. ودبس الدبس ليميتد ل 7.5 ل 9 متر، شيء يعني كبير لانه الفلو الفتحات بتقل بتزيد عندي السرعه، لكن ممكن يسكره بسرعه. لا الهيد لوس، هاي المعادله انتم اخذتوها في الهيدروليكس، هاي حساب الهيد لوس للاورفيس. الاورفيس 1 على 2 جي كيو على سي اي تحت الجذر. الكيو هو الفلو، السي اللي هو الكوفيشنت اوف ديسشارج للسكرين ماشي، والاريا اللي هي الافكتيف اوبن اريا. هذا الافكتيف اوبن اريا ما بنروح بنحسبها زي ما حسبنا بالاول لانه مش كلهم بارز، اللي هنا اشياء مختلفه. السي بالعادي 0.6 متر. هلا طلعوا عندي التابل اللي بعديه هون. اذا كان الهول سبيسنج لانه على شكل اورفيس فتحات 9 ملم، البرسنتج اوبن اريا حوالي 55%. يعني افهمكم اياها كيف، اطلعوا المشبك اللي عندي الحمايه، شبك الحمايه اللي على الشبابيك في البيوت، ما هو زيه، هذا هو الفاين سكرين. اذا كان الهول سبيسنج تقريبا 1 ملم، يعني تخيلنا انه دائري 1 ملم، بيكون البرسنتج اوبن اريا 31%. فبالحاله هاي بكون انا اوريدي حسبت عرض وارتفاع القناه عن طريق البار سكرين، فالاريا صارت معروفه عندي. حسب ما انا بختار الهول سبيسنج بتبين عندي البرسنتج اوبن اريا الموجوده، فبقدر احسب الهيد لوس عندي بكل سهوله في هاي الحاله. دكتور صباح الخير. هلا صباح الخير. ممكن ترجع على السلايد اللي قبله؟ هون اللي قبلها. ايوه اللي قبل اللي قبلها اللي فيه المعادله. ايوه هاي المعادله. انا جاي عندي هون الهول سبيسنج. هون. ايوه هون. ايوه خلاص تمام، يسلم وشكرا. بدك تسأل سؤال؟ لا خلاص بكده اشوف المعادله كمان مره. خلاص شكرا. اوكي ماشي. هاي المعادلة أخذتوها أنتم بالهيدروليكس إذا أنتم متذكرين، يمكن على ما أظن. هاي معادلة بسميها الأوريفيس، الهيد لوس عند الأوريفيس. أتوقع أنتم أخذتوها بشكل معكوس، أخذتوا أنتم معادلة الفيلوسيتي بس الهيد لوس أو الهيد بيكون موجود تحت الجدر. هاي المعادلة مرت عليكم سابقا، طلع بكتاب الهيدروليكس الأوريفيس فلو ثرو أوريفيسز، تلاقوها هي نفس المعادلة. صحيح. هلا بدي طبعا احنا هلا بدي احكي لكم شغله، احنا بطل في عنا يعني هو ان شاء الله اليوم بيطلع شيء بيان من الجامعه رسمي بخصوص العمليه التعليميه، لكن غالبا في واحد من الامتحانات مش موجود، واحنا عندنا ميدتيرم والميدتيرم في الحاله هي بطل موجود، يستبدل بهوم ووركس واعمال بيتيه. تمام. هلا فانا بعثت لكم هوم وورك رقم 1 اوريدي، لاحظوا انه في الديدلاين، ف
فالسيستم يبطل ياخذ الهوم وورك اذا تجاوزتوا الديدلاين. هلا بدي ابعث لكم هوم وورك ثانيه، نكمل التصميم تبع الفاين سكرين بناء على الفلو اللي عندنا، ماشي؟ يعني بنعمل كالتالي، لما نيجي على البار راكس هون اوريدي انا عرفت عرض القناه، عرفت ارتفاع هذا الفاين سكرين اللي عندي سوري للبار راك، عرفت السرعه الموجوده عندي على الافرج الفي ثرو. فطبعا بعد السكرين ترجع السرعه مره ثانيه في ثرو في ابروتش، زي الفي ابروتش قريب عليها. لما يجي عند الفاين سكرين بدنا نختار واحد من هاي الانواع. فاحنا عشان ما نتوهش انا بعطيكم نوع بكتب لكم اياه بالسؤال، واحد من هاي الانواع، ماشي؟ صار عندكم الدبث والويث، عندكم الاريا كلياتها، بتطلعوا عندنا البرسنتج اوبن اريا وبنحسب منها مقدار الهيد لوس اللي عندي، وبنشوف انا بعطيكم انه ما يقلش الهيد لوس عن رقم معين، فبالتالي بنعمل فيه شويه حسابات. او ممكن نسال السؤال الطريقه الثانيه، انه نختار انو افضل نوع من هاي الانواع عشان يحقق لي هيد لوس معين. بصيغ السؤال انا بحط لكم اياه على الموديل. في عندنا ايش بنسميه الكورس سوليدز ريدكشن. الكورس سوليدز ريدكشن اذا انا احيانا بيلزمني اني مثلا استغنى عن السكرين بالكامل. ليش؟ لانه السكرين سميلي يونت. طب اذا استغنيت على السكرين في عندي اوساخ كبيره جاي، فالحل تبعها اني بطحنها، بعطيها فرصه انها ترسب بالوحده اللي بعديها اللي بنسميها الجريت شامبر. او احيانا مع وجود السكرين، مع وجود السكرين بستخدم الكورس سوليد ريدكشن عشان ازيد كفاءه الشغلات اللي ممكن تنفذ من خلال السكرين، ماشي؟ اذا في عندي اوساخ جاي بشكل انه الها خلينا نعطيكم مثلا زي القش على سبيل المثال. القشه الها طول معين، مساحه مقطع فيها قصير كتير، ففي probability انها تمر من خلال السكرين اذا جاي ممسوكي مع الفلو، فممكن تمر خلال السكرين. هدول اذا ضلوا موجودين في المي بخربوا الوحدات الثانيه، فالحل ان بدهم يرسبوا، ان ضلوا بالشكل اللي هم فيه ما بيرسبوا، ناقشناها بالصف قبل بمره. فاذا طحناهم لاجزاء صغيره ممكن في الحاله هاي يرسبوا في الجريت شامبر. في سؤال محمد نزال يقول على اي اساس انا بحدد الهيد لوس للفاين سكرين اللي ممنوع يقل عنه؟ تمام. هلا هذا السؤال شويه مش ما الفاين سكرين ما بيشبه شويه الكورس سكرين، لانه الفاين سكرين اذا كان موجود في المحطات لازم يكون اوتوماتيك كلين، لانه صعب جدا تنظيفه يدويا. الفاين سكرين عباره عن قضبان طوليه، سوري الكورس سكرين عباره عن قضبان طوليه بينهم مسافه، يعني اذا نزل معاه عامل معاه زي تعرفوا مشط الارض هذا بسموه الكواش بقدر ينظفه. لكن الفاين سكرين عباره عن صفيحه معدنيه فيها فتحات، هذه صعب تنظيفها، دائما بتنظف ايش؟ ميكانيكال. في الحاله هذه مفهوم انه على اي هيدلوس بدي انظفه وهيك شغلات شويه غريب. ليش؟ لانه انا بعمل سينكرونايز متوقت. لكن احنا لو فرض من عندنا انه بدنا نختار وبدناش الهيدلوس يزيد عن 30% عشان اعرف الوقت اللي بده تنظيف، فممكن انا اقول مثلا لحد 20 ملم او 30 ملم، او انه كلوجينج اريا 30%، مجرد اعتبار زي هيك، لانك انت بالنهايه عندك برنامج بروجرام بدك انت توقته كل قديش يعمل كليننج. تمام. نرجع للكورس سوليدز ريدكشن. في عندنا ثلاث انواع، ان ايش مسميين كومنيوترز. كلمه كومنيوترز يعني مطاحن، مسيريترز قطاعات، وجرايندرز برضه اللي هن زي برضه بالعربي
هلا عملت زي فرامات اللحمة دول يسميني جرايندرز. مش راح ناخذ عنهم شيء كتير بس مجرد فرجيكم شكلهن. بيكون عندي بعترض القناة الفلو اللي جاي عندي بعمل انا الستركتشر بهذا الشكل بحيث انه المي تتحرك بهذا الشكل لتحت وبحط هنا المسريتر او الجرايندر او الكمنيوتر وفوت الفلو عندي هون بتقطع اي شيء كبير فيه. هذول عبارة عن سكاكين اما سكاكين ماضي كتير او عبارة عن بولز يعني كرات تقيل شوي بتتحرك مع الفلو فبتطحن لي اي شيء جاي. هاي شكلها بالضبط هون. هذول قطاعات متعاكسات هذا شكله بالكامل هون. هاي المسريتر بتقطع الفلو. تمام بعد ما يطلع عندي الفلو من المسريتر اذا كان موجود او بعد سكرينز بيجي عندي الجريت ريموفال. هلا الجريت ريموفال بدنا نحكي عنه المحاضره الجايه ان شاء الله. ماشي فانا اليوم بدي اوقف هون عند هذا الحد. اذا حدا عنده اي سؤال يسالني هاي بدي اعمل انا ميوت اول. اذا حدا عنده اي سؤال عن الماده هاي او الماده السابقه يسال. اذا ما في بحكيكم يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء. هلا احنا يعني بدنا نضل على نفس وقت المحاضرة كل يوم من 9:30 لـ11. طب في مشكلة لو تخليها على الثنتين؟ هلا هو سامح أنا ما عندي مشكلة، مشكلة أنتوا عندكم أنتوا. يعني أنا لما بغير موعد المحاضرة موعد تاني بصير طلاب يحكوا إنهم يعني ما مش معرفوش بالموعد ما فهموا عرفوش عنه يعني بيعطوني أعذار غريبة عجيبة. لانه الكل على الفيسبوك جروب وانا بشوف لما بنزل اي شيء بشوف انا سين باي اول. شايف كيف؟ دكتور فهلا انا ما عندي مشكله باي وقت عشان احكي لكم اياها ما انا قاعد في البيت زيكم. دكتور 9:30 يعني بدا يمكن لساته نايم. ما هو 9:30 وقت المحاضره الرسميه يا سامح. هلا اذا انتم فاهم عليك 9:30 وقت المحاضرة الرسمية يعني انتم ما لكم عذر عندي اني انا انكم ما حضرتوش. يعني هلا اليوم اللي حاضرين 19 واحد انتم 33 واحد مظبوط شايف. فبالحالة هاي شايف بالحالة هذه التقصير من مين؟ وين البقية؟ مظبوط يعني كل ما يكون يعني مش كامل الحضور. لا ما هو يعني بدكم تعرفوا انه يعني الدنيا ماشي بهذا الحال يعني للاسف يعني لا هو بارادتكم ولا بارادتي انا. فالدنيا مسكره العالم كله مسكر البلد عندنا هون فبدنا نتكيف مع الوضع الجديد. بعدين ليتر اون المستقبل كله للوركينج فروم هوم والتعليم الالكتروني فاحنا بدايه خطوه اصلا العالم نوعا ما سابقنا شوي فيها لا هو بإرادتنا ولا من كون نفسنا لكن هذا المستقبل. المستقبل إنه الناس بتشتغل إلكتروني من أي مكان تكون فيه التعليم من أي مكان الواحد بيكون فيه نتكيف معه. هلا نسبة الحضور هاي مرتفعة 19 من 37 سوري موجودين 19 من 37 لازم يكون الحضور أكبر من هيك. أنتوا إذا بدكم بتختاروا موعد بس انا بدي اشوف العدد اكبر من هيك عدد البارتيسيبنتس. اليوم بننزل دكتور كمان على الجروب نرد نعمل استبيان ونشوف. ماشي ان شاء الله دكتور يعطيك العافيه. ان شاء الله شكرا لكم. دكتور بدي اسالك اللي هو موركس بدك اياه كل واحد فردي ولا على شكل جروبات مثلا بدل الواحد؟ لا فردي. تمام. قرأتوها الهوم وورك؟ قرأت منها يعني شيء بسيط انه بدك تعمل طف انه جميع الثلاث انواع تشرح عنهم. بدك تقرأ بالنت يعني تحطها كسيرج. هذول الطرق احنا مش رايحين نقدر نشرحهم في هذا المساق لانهم يعني هم مساق بحد ذاته لكن لازم تعرفوا عنهم.
فالأولى اسمها wetland أو بنسميها الأراضي الرطبة. الثانية بنسميها waste stabilization ponds أو اللي هن البرك معالجة المياه. والسبتك تانك هذا جهاز محط التنقية على مستوى البيت أو مجموعة من البيوت. طبعاً تقنية فيه إنه هو أنيروبيك السبتك تانك. تمام؟ بدك تدخله أنت على البرنامج إنه كاتب ممنوع الكوبي. يعني في شغلات نقدرش يعني إنه قد ما نقرأ إلا ما يصير فيه كوبي. أنت أوريدي راح تدخل على البرنامج لما ترفع على الموديل أنت لحالك مدخل أوريدي على الترنت. دكتور بالنسبة للهومورك يعني سلمه كملف ويرد مثلا على ورقة بعمل لك سكانينج. بعرف إذا الجهاز بيقبل ولا لا، هاي القصة. يعني جرب انت اعمل هيك ما في مشكلة، انا ما عندي مشكلة، جرب اعملها اتوقع انه بيقبل. بتزبط يا دكتور، بتجربها قبل مرة. اوكي ماشي، حدا عنده اي سؤال تاني؟ العافية دكتور، يعطيك العافية، يلا مع السلامة.